يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم بوصفتنا الجديده. صباح فتوش معكم اليوم، بتمنى انكم تكونوا بخير وصحه جيده جميعا ان شاء الله. اليوم رح اساوي لكم لحمه بالصينيه بس عواض البندوره، ورح اعملها انا بالشو اسمه، حط لها تساويها وحط لها على وشها الطحينه مع الحمض. وهلا قد شوي انا سويت الطحينه وسجلت لكم اياها وارجيتكم اياها وقلت لكم بعد ما سويت الطحينه رح اسوي لكم انا هي الاكله. سويت الطحينه مشان هالاكله، هاللحمه الصينيه. هون عندي انا كيلو وشويه يعني لحمه ناعمه، قلت لهم حطوا لي شويه دهنه تكون بدهن مشان ما احط لها كثير زيت، لانه عاده بدها زيت كثير هون اللحمه لانه بتجي بلا دهن نهائيا. شايفين الطحينه هي اللي سويتها هلا قبل شوي، شوفوا المنظر، شايفين بتشهي طلعت الحقيقه. الطحينه هلا مشان الوش، الطحينه والليمون ومشان هي الاكله بدنا بصله، بصله كبيره مثل ما شايفين، زيت بلدي، هذا بس مو زيت يعني بلدي 100% يعني خفيف، هون في انواع كثير لانه من الزيت. ملح، فلفل وبهارات، وهي عندي كمان دبس اسمه، استنوا لحتى لكم هلا، دبس الماء طلعت معنا، ما بيعرفوا هون الاسبان هي دبس الرمان، هون ما موجود الرمان الحامض ما بيستعملوه عاده، فكمان رح احط لها شويه دبس رمان انا. وهي هلا رح نعجنها هلا منيح، وقبل ما نعجنها رح انا افرم البصله، مو افرمها فرم، رح ابرشها برش واعصرها من المي تبعها. شوفوا بعد ما برشت البصله شايفين بيطلع فيها مي، مشان هيك لازم نصفيها مشان ما تضل بقلب اللحمه وبعدين تطلع لا مرقه اللحمه. هاي هلا شايفين بعد ما عصرتهم طلع منهم مي، خير الله، بده يكونوا ناشفين يعني، تعصرون منيح منيح لتروح منهم المي كلها، كانت كلها ضلت باللحمه. يعني البصله بين ال 150 وال 200 غرام. وهي رح نحط لها هي معلقه صغيره ملح، رح احط لها معلقه صغيره ملح تقريبا انا، مو رح احط لها فلفل قد ما بتحبوا، كمان معلقه صغيره فلفل، ورح نحط لها معلقه صغيره بهارات، انا حاطه معلقه ونص بيضه مشان هيك، ها معلش. هلا هون بقى ورح نحط لها هلا، شايفين لانه ناشفه نحط لها هلا، يعني شايفين هدول الزيتات رح نحط نصه. هلا بقى رح نفركها ونرجيكم اياها بعد الفرك. طبعا انا رح اعدلكم اياها مره ثانيه قبل ما ادعو باي شغله، بغسل منيح قبل وبعد اي شغله يا جماعه، وخاصه هلا في رشع كثير الدنيا شتويه، اي شغله بتعدي، فكثير الايدين مهمه. واذا بدكم تعطسوا بحياه الله تحطوا ايديكم، حطوا الكوع تبعكم من جوات الكوع اعطسوا، يعني انا بنبه عليها عده مرات، ممكن تقولوا غليظه بس بحب نبه على الشغلات هي. وبدكم تعجنوا هيك بحياتكم، لا تخلوا خواتم بايديكم، خواتم بتعبي كثير جراثيم. يعني في عالم تستعمل لانه كفوف، انا ما بستعمل كفوف، انا بحب اغسل اكثر ما استعمل كفوف. مثل ما بقول لكم دائما، ما في مثل الايدين للاستعمار، طالما نضاف والاظافير نظيفه وما طويله كثير يعني بتكون مهمه هي الشغله. شايفين انا والله رح اكمل على الزيتات، حطيت يعني انا من الكاسه، يعني بدكم تقولوا ثلاث ارباع الكاسه، ثلاث ارباع الكاسه زيت اللي حطيته، ما رح اكملهم كله لانه هالمره هي فيها شويه دهن، عاده ما فيهم دهن نهائيا، هي اعطوني اياها فيها شويه دهن. طبعا موليه هي، مو لحمه خروف على فكره، صحيح نسيت لكم، لحم بقر هذا مو لحم خروف. هون الخروف كان داير بدك تقلي له تاخذي اجر وتقلي له عندي العظمه ونعملي اياها، يعني مو مثل عنا بسوريا
بيتيرتلي في الطريقهم كتير، فيعني والخروف صغير كتير، فأحيان كتير نحن نستعمل لحم البقر هيه بهالشكل هذا. واللي بده بقدونس ممكن يحط بقدونس، أنا ما راح أحط له بقدونس، على كل حال ما عندي، بس ما بحط له بقدونس، اللي بده يحط له ممكن يحط له. ولا راح أحط لها دبس رمان، شوية دبس رمان يعني، ما راح أحط كتير لأنه هدول بعطي إياهم من سوريا مساويينهم على إيده، وشغلة ظريفة يعني، شغلة ممتازة. والله ما انا احيانا كثير ما بحط لانه ما بقى عندي، هالمره عندي شايفينها، فبتعطيها طعمه كثير ظريفه. هلا مشان كمان الطحينه والحمض والطحينه، يا سلام يعني، يا سلام سلم. هلا رح نفردها هون، ورح احط هلا اول شيء زيت، رح احط زيت هلا عليها كلها، شايفين انا ايدي بستعمل على طول يعني، ما عندي مشكالات يعني. احيانا كثير في كثير متابعين بيسالوني اذا انا حمصيه، ما بعرف اللهجه الحقيقه، اذا لهجتي اختلفت مع السنين يا جماعه. يعني ما بتفرق هي حمصية المحلبية لما ما مشكلة، كلاتنا بلد وحدة يعني، بس يعني ما بعرف عاد اللهجة هي تبعي اختلفت، وانا رغم بيقولوا لي كأنك ما طلعتي يعني من سوريا، ما طلعتي من دمشق، فما بعرف. هاي هيك ها، هلا رح نفردها بشكل متساوي ونرجيكم اياها بعد ذلك. هاي مثل ما شايفين هلا فردناها يعني بشكل متساوي، بظن حاطه النظارات مشان هيك شايفتها بشكل متساوي. شو ما في مثل لحامين سوريا يعني يا جماعه، ما في إلنا طريقه معينه، مو معناتها عم نحكي عن اللحامين تبع الدول العربيه الثانيه، بس احنا إلنا طريقه اللحم باللحمه بتختلف عن طريقه الباقي دول العربيه، ايه حقيقه، والمعلمين اللحمه اللي عندنا مختلفين الحقيقه عن الدول الثانيه. ايه والله ارجينا هيك، هاكوزا هاكوزا هاكوزا، يا سلام صرت مقلمة لحمي هلا انا. صرنا معلمين باوروبا، صرنا معلمين من جميعه يعني، لحمه وحلو لك هدول شايفينها، ما قلت لكم معي حولة الحسن انا. شايفين مو على قد بعضهم يعني، ما رح ارد اخربها ولتساويهم على قد بعضهم، ايه. شوفوا ايه ما مشكلة، ايه ها شوفها منظرها فرجة يعني، ما ضروري تكون متساوية الأضلاع. والله بتشهيش بها يعني، ها ما شاء الله حولي. هون اللي بيعمل بحاله عنا بيقولوا ما بيعمل بحاله الا الشيطان، هون بيقول لك ما عنده ست، اللي بيعمل بحاله يظهر ما عنده ست يعني تحكي عنه، ايه لا والله الله يرحمها ستي، ما عندي ست. شايفين هي ها تجهزهات، هلا رح نحطها هلا بالفرن على 200، رح نشعل الحمي، والله نسيت اشعله، شفتوا جل من لا يسهو، هلا رح اشعله وعلى سخنه على 200 شي ربع ساعه قبل ما احطه فوق وتحت. هاي هلا حطيناها على 200 فوق وتحت، شوفوا الساعة قد ايه للعشاء هي يعني. هاي هلا طالعتها بعد 35 دقيقة، ايه على 200 فوق وتحت. هلا رح نعمل الطحينة مع الحمض، هاي الليمون، كل واحد قد ما بيحب يعني بيحط، إذا ما بيحبها حامضة كتير بيحط قليل، ها؟ واللي بيحبها حامضها زيادة بيكتر ليمونات حسب ما بتحبوا.
راح احط لنا يعني نص كاسة ليمون، شايفين نص كاسة ليمون صغيرة كتشاية، وكنت فكروا كاسة كبيرة يعني، شايفين، ونص كاسة طحينة، وكاسة طحينة حسب حسب قد ما بتحبوها. انا نقصت بعد ما الكاسة طحينة، والله شفتها كثيرة كاسة طحينة عليهم. شوفوا انتو شو بتصغر اللحمة، قد ما شو بيقولوا علفينها مشان تكبر قبل بوقتها، فهذا اللي بيصير معنا. هلا ها نحط لها الطحينة، يعني يا سلام، هي شو بقى بتشكي. امبارح كنت عم بقول لاختي انه بكره بدي اساوي هالاكله هي، قالت لي والله لك اختي ما اكلتها بالطحينه. قلت لها لك 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 شلون هيك لك اختي؟ قال والله ما اكلتها ولا مره. قلت لها ذوقيها وشوفي ما اطيبها، ذوقيها وشوفي بقى الطعمه، الحقيقه كثير 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 طيبه، كثير طيبه يعني. بس هي شو بدها تتاكل هيك ها سخنه يعني، ها فتقوموا على العشاء او الغداء اللي بتحبوه. هلا نحن بدنا نتعشى منها والله، ها هيك مثل ما انكم شايفين. وهي هلا رح ندوقها قدامكم. بسم الله يا سلام، شو ها يه 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 يه. شوفوا المنظر هذا، ها بسم الله. كتير كتير طيبة يا الله، عنده كتير طيبة يا سلام والله بتجهي. وهي قدامها المخللة، هاي اللي كبستهم هذيك اليوم، البندورة الكرزية. في بعثت لي متابعة انه لازم كنت تجرحهم، قلت لها ما بتتجرح البندورة الكرزية، قال بتعبى بقلبها مي، فقلت لها رح ارجيك اياها بشي اكلة، انه لا شوفوها، ها شوفوا ما بتعبى ابدا بمي بقلبها، سمعتوا القرشة؟ وكبست كمان، ها كمان القرشة، وهي كمان، ها شوفوها هذول اللي كبستهم طعمتهم كتير ظريفة، ومع هاي الأكلة ممتازة. يلا وبنا نستودعكم، إن شاء الله تكون عجبتكم أكلتنا، وإذا عجبتكم لا تبخلوا عنا باللايك والاشتراك والتشجيع تفعيل الجرس مشان تصلكم آخر أكلات بساويها، وبنستودعكم. يلا الله معكم، مع السلامة. رح أقرب لكم إياها عن قريب، ها شوفوها حقيقة منظرها بشهي وطعمتها كتير كتير طيبة. وهي الوردات، يا سلام. يلا الله معكم، مع السلامة. قالوا لي نحط لك لايك، قلت لهم يا ريت، قالوا لي حسني الأكلات أكتر من هيك بكتير، قلت لهم بطلت ما عاد بدي شي.